أحمد كفتارو، دورة تعريفية وتدريبية في الخط العربي بإشراف الخطاط الأستاذ محمد زاهر الحمود. درس الطلاب خلال هذه الدورة قواعد خط الرقعة بالتفصيل، وتم تكليفهم بوظائف عملية تدريبية لتحسين خطوطهم. ويذكر أن بعض هؤلاء الطلاب لم يكونوا قد أمسكوا بالريشة من قبل هذه الدورة، ومع هذا رأينا لهم لوحات مقبولة تنم عن موهبة وتعد بمستقبل وتدل على اهتمام القائمين على مجمع الشيخ أحمد كفتارو وحرصهم على تقديم شيء مفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا افتخر الأبطال يوما بسيفهم وعدوه مما يكسب المجد والكرم، كفى قلم الكتاب عزا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم. أقام مجمع الشيخ أحمد كفتارو الحقيقة بالتعاون مع مديرية أوقاف ريف دمشق فعالية ضمن عنوان عريض لتمكين اللغة العربية في هذه البلدة الطيبة، وكان من محاور هذه الفعالية إقامة هذه الدورة، دورة الخط العربي. الحقيقة هي كانت دورة تدريبية وتعريفية عن هذا الخط، حتى يتخرج الطالب من هذه الدورة عنده إلمام وعنده علم جديد عن ماهية الخط العربي وبعض القواعد النظرية، فكانت بداية وخطوة أولى نحو القمة إن شاء الله. إنما الحقيقة الذي أدهشنا هو عدد الطلاب المقبلين على هذه الدورة، كان متميز تقريبا 116 طالبا، فكانت نقلة نوعية من الطلاب الذين تخرجوا من هذه الدورة وكانت نتائجهم مذهلة. فأحببنا أيضا أن نكون لهم مشاركات في المعرض الذي حصل والذي أقيم على هامش هذه الدورة، وبعد الندوة كانت فعالية المعرض الذي أقيم في هذا المجمع، وكانت بعض المشاركات لكبار الخطاطين حتى يدعموا هذا العمل، فجزاهم الله جميعا كل خير. وكان لي أيضا بعض الأعمال التي شاركت بها والتي ترونها أمامكم. الحقيقة هناك لوحة أتحدث عنها قليلا. هذه اللوحة أحببت أن أسلط الضوء عليها من ناحية إنسانية. سلام من صبا برد أرق، وعز الشرق أوله دمشق، وعز الشرق أوله دمشق. أحببت هنا أن أظهر كلمة دمشق وكلمة سلام، لتكون دمشق هي عاصمة السلام وهي عنوان السلام التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن هذه البلدة على أحسن حال وأهدأ بال. وهذه القصيدة طبعا بيت من قصيدة لأحمد شوقي رحمه الله، وأحببت أن أجتزئ من القصيدة هذا الشطر وهذا الشطر من مكان آخر حتى أظهر هذا المعنى. سلام دمشق، سلام من صبا برد أرق، وعز الشرق أوله دمشق. هذه الدورة التي أقيمت في المجمع اللافت للنظر بها أولا من ناحية العدد. العدد كان عدد الطلاب المشاركين في هذه الدورة فوق 100 طالب وطالبة. ثم إن هناك بعض الجنسيات التي التحقت في هذه الدورة، جنسيات غير سورية، مثل هناك طلاب أو طالبات ماليزيات. ثم اللافت للنظر المستوى الذي وصلوا إليه ضمن هذا الوقت المكثف والقصير الذي حصل في نهاية الدورة. الطلاب على مشاركة كانت لهم أول مشاركة في معرض على هذا المستوى. أشكر هذا
المجمع الكبير، وأشكر مديرية أوقاف ريف دمشق على هذه الفعالية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خطوة أولى نحو الخير إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والشكر موصول لهذه القناة الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تضمنت الدورة عدة محاور، حيث تعرف الطلاب خلالها على أنواع الخطوط العربية والأهداف التربوية والجمالية للخط العربي، والفرق بين الكتابة الدارجة وفن الخط، وبعض القواعد النظرية لتحسين خط الكتابة وأدوات الخطاط. وفي نهاية الدورة، دورة الخط العربي، وبالتعاون مع مديرية أوقاف ريف دمشق، أقام مجمع الشيخ أحمد كفتارو ندوة علمية في فن الخط العربي، تاريخه، جمالياته وتطبيقاته، وذلك بمشاركة كبار الأساتذة في مجال الخط وجمالياته، منهم الأديب الخطاط الدكتور أحمد المفتي. بالطبع نحن في مجمع الشيخ أحمد كفتارو، هذا المجمع الذي يعتبر من المجمعات التي قامت من خلال هذه الدورات التي تحدثت عن تمكين اللغة العربية، وكان العمل في هذه الدورة هو في ميدان الخط العربي، حيث يعني تحدثنا عن تاريخ الخط العربي، وعرضنا من خلال محاضرة، هذه المحاضرة التي تحدثنا بها عن البدايات للحرف العربي منذ الفترة السومرية فالبابلية فالآشورية وهكذا، وما أستطيع القول عنه بأن هذه الدورة هي التي أثمرت عن أشياء كثيرة ووضعت بعدا جديدا، حيث أن المسؤولون عن المعهد صرحوا بأنهم سيقيموا دورات متواصلة عن الخط العربي، هذا الخط الذي لا بد له من أن يعود كما كان في بداية هذا العصر. وسيكون هناك أيضا من ثمرات هذا اللقاء الذي تحدث فيه مجموعة من الخطاطين عن الخط العربي، سيثمر فيما بعد عن مجموعة من الدورات لتعليم الكتابات العربية. الحقيقة أن هذا النشاط عن الخط العربي في هذا المجمع إن دل على شيء فإنما يدل على الغيرة التي يقوم بها المسؤولون في هذا المجمع، ورافق أيضا كما ترون هذا النشاط الذي تحدثنا فيه عن التاريخ، فكان هناك مجموعة من الكتابات والحديث التاريخي النظري والعملي، فرافق ذلك هذا المعرض الجميل الذي اشترك به مجموعة من الخطاطين الكبار أمثال الشيخ عدنان الشيخ عثمان من حمص، والذي يعتبر أيضا حاصد على جوائز عالمية كثيرة جدا في أرسكا على مستوى العالم الإسلامي، وفيه مجموعة من اللوحات أيضا لأدهم فادي الجعفري وهو من الخطاطين المعروفين في هذه البلدة، وتميزت هذه اللوحات بجمالياتها وبتشكيلاتها المختلفة، هذه التشكيلات التي تدل على رصانة هذا الحرف وجمالية هذا الحرف. وختاما لابد أن أشكر قناة نور الشام لسعيها الحثيث، وأشكر أيضا من يقوم على هذه القناة لأنهم دائما وأبدا موجودون في كل هذه المحاضرات وفي كل هذه النشاطات التي انبثقت عن لجنة تمكين اللغة العربية، فكانت التغطية الإعلامية تغطية كبيرة ويعني ممتعة، وجزاهم الله كل خير. وختاما لابد لي أن أيضا أشكر أخي وصديقي دكتور محمد وهبي لجهده على هذا العمل الذي دائما وأبدا كان يرافقه في كل هذه النشاطات، وشكرا لكم جميعا. وشارك كذلك الخطاط العالمي الأستاذ عدنان الشيخ عثمان. شاركت في معرض الخط العربي والندوة الملحقة به التي أقامها مشكورا مجمع أبي النور،
بعدة لوحات، هذه واحدة منها، لوحة بتكوين دائري بخط الثلث الجلي، نصها: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. هذا التكوين بالثلث الجلي، والبسملة في الأعلى الزرقاء بالخط الديواني. هذه مشاركتي، كما شاركت أيضا في الندوة الحوارية الثقافية التي أقامها المجمع منذ يومين، وكان المقطع الذي تكلمت فيه بخصوص علاقة الخط العربي بالأدب والموسيقى، وأن هذه الفنون جميعا مستقرها ومستودعها القلب العاقل، وهدفها الأول والأخير إحراز الجمال. وأيضا كان من المشاركين خطاط المصحف الشريف الخطاط أدهم فادي الجعفري. بسم الله الرحمن الرحيم. شاركت بهذا المعرض الذي يقام لأول مرة في مجمع الشيخ أحمد كفتارو. طبعا هذه المعارض مهمة على جميع الأصعدة، مهمة للطلاب لكي تتحسن ذائقتهم الفنية، ويثمر هذا الفن يثمر فيهم أخلاقا وتربية وعلما. هذه اللوحات، كل اللوحات تحمل رسالة في رسالة علمية، رسالة تثقيفية، وأيضا تحمل رسالة فنية. دائما اللوحات الخط العربي تميز عن غيرها من الفنون بأنها تحمل رسالة ثقافية وأيضا تحمل رسالة فنية. هذه المشاركة إن شاء الله تتكرر، يعني حتى يتطور عند المجتمع هذه الذائقة. بالنسبة لتجاوب الطلاب مع هذه الدورة، الطلاب في عطش شديد لهذا الفن، يرون هذا الفن عن بعد، يرونه منفذا في أغلفة الكتب وفي الكراسات، لكن التطبيق العملي هو الأساس. الخط مخفي في تعليم الأستاذ وقوامه كثرة المشق، يعني مجرد المشاهدة عن بعد هذه لا تكفي، يحتاج المتعلم لهذا الفن أن يجرب وأن يأخذ من أستاذ ويكتب أمامه. هذا الشيء مهم جدا، يعني وكان تجاوب الطلاب رائع جدا، ونرى هذا في أعمالهم التي أنجزت في وقت قصير وتطوروا مراحل عالية. وبحضور مدير أوقاف ريف دمشق الشيخ خضر شحرور وفضيلة الدكتور محمد شريف الصواف المشرف العام على مجمع الشيخ أحمد كفتارو. هذه الفعالية التي تدور بأنشطتها المختلفة حول عنوان تمكين اللغة العربية، اللغة العربية التي هي عنوان من عناوين نهضة الأمة في ماضيها وفي مستقبلها، لا شك أنها في فروع متعددة. مجمع الشيخ أحمد كفتارو اختار أن يكون نصيبه من هذه الفروع الخط العربي، الخط العربي بجمالياته، بفنونه، بطريقة أدائه، بإقامة دورات تعلم النشأ الجديد فنون وكتابة الخط العربي بقواعده الأصيلة. لماذا اخترنا الخط العربي؟ لأن الخط العربي عنوان من عناوين الجمال وعنوان من عناوين الإتقان في هذه الحضارة. نحن نعلم بأن الحضارة العربية الإسلامية كانت رائدة في مجالات متنوعة. من المجالات الهامة التي أبدعت فيها الحضارة العربية الإسلامية جانب الفنون، الفنون التي كانت تصور جانب من جوانب الحياة التي يعيشها العرب المسلمون جمالا وإتقانا ومحاولة لصناعة ما يريح النفس وما يطلق الروح وما يبهجها بانتظار النعيم المقيم الذي حدثهم الله تعالى عنه في قرآنه عن الدار التي جعلها دار إقامة للمؤمنين. الرسام الشهير بيكاسو كان يتحدث عن فن التجريد، وهو إمام من أئمة هذا الفن، وكان يقول: إن أعلى نقطة من نقاط التجريد التي وصلت إليها في لوحاتي وجدت أن فن الخط العربي قد سبقني إليها، لأنه يتحدث من خلال إطلاق الذهن، من خلال إطلاق الفكر، من خلال إطلاق الروح للتأمل. الخط العربي ليس مجرد حرف يقرأ
وإنما هو حرف يرسم ليقود الروح باتجاه السمو وباتجاه العلو. وكانوا يقولون الخط الجميل الخط الحسن يزيد الحق وضوحا ويزيد الحق بيانا. اليوم الخط العربي في مجمع الشيخ أحمد كفتارو يزيد الحق وضوحا وبيانا، لتقول سوريا من خلال ما تقوم به من فعاليات متنوعة، ومنها هذه الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع مديرية أوقاف ريف دمشق في مجمع الشيخ أحمد كفتارو، إن كان معرض الخط العربي أو الندوة التي أقامها كبار الخطاطين أو دورات تعليم الخط العربي، كل هذا نريد أن نقول من خلاله سوريا كانت رائدة وستبقى رائدة، وإن شاء الله سوريا مليئة بالحياة مليئة بالإيمان. سوريا على الرغم من جراحها الكبيرة اليوم ما زالت تهتم بالتفاصيل، تهتم بالفنون، تهتم بالثقافة، تهتم بالعلوم، وتقول ستبقى سوريا رائدة. هناك معلومة هامة كثير من الناس ربما لا يعلمها، أن أكثر الخطاطين الذين أكرمهم الله تعالى بكتابة المصحف الشريف سواء في بلاد الشام أو في الحجاز أو في إيران أو في الإمارات العربية هم الخطاطون السوريون. فهذا مما نشرف به في بلاد الشام، وهذا من الخير الذي نريد أن نحافظ عليه إن شاء الله. شكرا لقناة نور الشام على هذه التغطية المتميزة لهذه الفعالية، وشكرا لكم. وبمشاركة فضيلة الشيخ عدنان أفيوني مفتي دمشق وريفها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. حقيقة من فضل الله تبارك وتعالى أن وفقنا إلى شراء هذه المسابقة، مسابقة اللغة العربية، التي تهدف إلى تفعيل وتمكين اللغة العربية في مجتمعنا السوري الحبيب في جميع طبقاته ومناشطه، حيث ضمت هذه المسابقة عددا من الفروع في حفظ ألفية ابن مالك وفي لامية ابن الوردي، وكان هناك فرع في نظم الشعر وفرع في القصة القصيرة، وكلها كانت تهدف إلى الحقيقة تمكين اللغة العربية، إلى رفع الذوق الجمالي في نفوس طلابنا ومجتمعنا. وكان على هامش هذه المسابقة الجميلة والمفيدة حقيقة أكثر من فعالية وأكثر من منشط، واحد منها كان دورة للعروض في مجمع الفتح الإسلامي، ودورة لمحو الأمية في جامع الحاجبية، وهنا في مجمع الشيخ أحمد كفتارو أقمنا دورة للخط العربي لفنونه وأدبياته وجمالياته. ورافق هذه الدورة التي كانت هي عبارة عن تطبيقات بعد المعلومات، ندوة هامة لكبار الخطاطين في الجمهورية العربية السورية. وكان على هامش أيضا هذه الدورة معرض لفن الخط العربي الجميل. والحقيقة يسأل سائل ما علاقة الخط باللغة العربية؟ نقول بأن الخط هو الوسيلة والأداة التي نعبر بها عن اللغة. الخط هو حقيقة تعبير عن ذوقيات الإنسان. أنا أعتقد أن الخط يعبر عن صاحبه، فكلما كان داخل الإنسان جميل يكون هيك في حالة من حالات التوافق على ما يكتبه ويطبعه. لذلك دورة الخط العربي الذي يعتبر الخط العربي واحد من أفانين الفن العالمي وفيه ذوقيات عالية، أعتقد بأننا نحاول أن نرفع سوية طلابنا ومجتمعاتنا هنا في سوريا للمواكبة والاستفادة من هذا الجمال، من هذا الذوق، من هذا الحقيقة الميزة التي يتميز بها الخط العربي دونا عن خطوط اللغات الأخرى في العالم. ودورة الخط العربي حقيقة تهدف إلى ليس فقط إبداعات الكتابة
وجماليات الخط والكتابة، فهناك حالة من حالات التوازي والتناغم ما بين الأفكار وما بين الطريقة التي نكتبها. لما نكتب القرآن تحدث الخطاطون المتميزون عن العلاقة ما بين الخط والحرف وما بين المنظوم القرآني البديع، ليأتي معبرا وليأتي شارحا وليأتي الحقيقة ممكنا ومؤثرا في نفس القارئ، ليكون في هناك علاقة وطيدة بين ما تقرأه وتشاهده العين وبين ما يتذوقه القلب وتستطعمه الروح من جماليات كتاب الله تبارك وتعالى. الحقيقة أنا أعتقد بأن الخط العربي يهدف في جملة ما يهدف إليه في جعل هناك في نفوس الذين يخضعون لدورات الخط العربي حالة من حالات الترتيب الذهني، حالة من حالات الترتيب الذوقي، الذي يتعود كيف يربط بين الحروف وبين يعرف مكان النقط ومكان الشكل ومكان الضبط، سوف يكون إنسانا منظما في حياته مرتبا، عينه عين جمالية، عقله عقل جمالي، نفسه نفس جمالية. فدورة الخط لا تهدف فقط إلى جمال الخط وتجويد الخط، وإنما إلى رفع ذوقيات عالية كنا حقيقة نسمعها في هذه الندوات والمحاضرات التي ألمح إليها الخطاطون المتميزون، وشاهدناها حقيقة في التطبيقات العملية من الطلاب المشاركين، وبمشاركة عدد كبير من العلماء والباحثين والمهتمين والطلاب والإعلاميين والأساتذة في المجمع وغيره. بدأت الندوة بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم تلاها الشيخ محمود الحمود. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ستعلمون من هو في ضلال مبين. ثم قام الخطاط الشيخ محمد زاهر الحمود بالترحيب بالسادة ضيوف الندوة والسادة الحضور، ثم تكلم عن أهمية الخط العربي وجمالياته. بعد ذلك تحدث الأستاذ أحمد المفتي عن أهمية الخط العربي بين الأبجديات التي سبقته، سيما أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية. أن الكتابة المسمارية والتي تعود إلى 7000 عام قبل ميلاد السيد المسيح مع الكتابة الهيروغليفية نشأتا معا في ذات الوقت وفي ذات المكان، أي حول الأنهار لبناء الحضارة. ثم تحدث الأستاذ عدنان الشيخ عثمان عن علاقة الخط العربي بالأدب والموسيقى، وبيّن أن قيمته الأدبية والجمالية والإبداعية لا تقتصر على ذلك فحسب، بل تتعدى ذلك إلى القيمة الأخلاقية والتربوية والتعليمية. يقول الشاعر: لنكسب الحاضرين ونكسب معهم الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحدهم واصفا أديبا: خطه جميل وأدبه رفيع، يعني يملك جناحي الجمال، البلاغة والخط. والقلم كما تعرفون هو أحد اللسانين، إذ إن اللغة
تؤدى بلسان النطق تارة وبلسان القلم تارة أخرى. يقول الشاعر واصفا ذلك الأديب الخطاط الذي يجمع الأدب والخط، يقول: خط كما انفتحت أزاهير الربا، خط كما انفتحت أزاهير الربا يهدي الجمال إلى بريق الأعين، وفصاحة ملء العيون ملاحة نال النبي بها صلاة الألسن. ثم تكلم الأستاذ أدهم فادي الجعفري عن أهمية ومكانة الخط العربي والحرف العربي قديما وحديثا، وعن قدسية هذا الحرف حيث أقسم الله تعالى به في كتابه الكريم كما ورد في بداية سورة القلم. الله سبحانه وتعالى قد أقسم بالقلم، قال: نون والقلم وما يسطرون. فأقسم بنون وهي الدوات والقلم والسطر، كتابة السطر، نون والقلم وما يسطرون. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي أملأ على صحابته القرآن الكريم. تشكر طبعا مجمع الشيخ أحمد كفتارو والقائمين عليه والأساتذة بدورة الخط العربي على تقديم هذا المعرض. طبعا كنت ضيف أنا على هذا المعرض تقديرا لجهود الأساتذة المبذولة في تحسين خط الطلاب والجيل الناشئ إن شاء الله. طبعا مشاركتي كانت بثلاث أعمال بالخط الديواني الجري، بنذكر منها العمل الأول اللي هو النص القرآني: بسم الله الرحمن الرحيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بما أنه هذا النص ممكن أنه ينطبق عليه الشيء اللي جينا من أجله اللي هو تعليم الخط العربي، فكل إنسان يبدأ من الصفر. فكان النص موزع كالتالي على التركيب التالي: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. حجم العلم عند الإنسان عندما يولد بهذا الحجم يكون أو أصغر. أخرجكم طبعا كانت في مبالغة بانحناءات الحروف لتصور حالة المخاض اللي بتمر فيها الأم الحامل عند الولادة. طبعا خرجت الميم خارج التكوين وهي بإشارة إلى الحبل السري. من بطوني بنلاحظ النون خرجت خارج التكوين لتكون البطون أو لتعطيني إيحاء بمعنى الكلمة. أمهاتكم طبعا كانت الميم الحاضنة للتكوين لتعبر عن الأمومة، والتكوين ككل كان بيعطيني إيحاء بشكل طفل حديث الولادة. فإن شاء الله كل إنسان يبدأ من الصفر وبيتطور بإذن الله. اسمي هاني مراد، أدرس في كلية الدعوة والإعلام في السنة الثالثة. يعني أشكر الأستاذ زاهر على هذه المبادرة الكريمة والجميلة جدا، على دورة الخط اللي ساهمنا فيها واشتركنا فيها، وبفضل الله سبحانه وتعالى كان يعني خطي يعني بصراحة كان شوي سيء شوي، فبعد هذه الدورة الحمد لله تغير يعني حتى 180 درجة. مسكت الألم عندي اختلفت، مثلا الأحرف صرت بفضل الله أعرف كيف ارسمها بشكل صح بالطريق الصحيح. فبشكر كتير كتير مجمعنا الشيخ أحمد كفتارو ومعها شام عالي على هذه المبادرة اللي ساعدونا فيها على تحسين الخط وتطويره، وشكرا لكم كتير. وهي المبادرة الطيبة إن شاء الله سمعنا أنه بدأت تستمر في المجمع، فإن شاء الله نتطور أكثر فيها، ولكم جزيل الشكر. شكرا. واختتم الندوة المشرف العام على مجمع الشيخ أحمد كفتارو فضيلة الدكتور محمد شريف الصواف بشكر الحضور، داعيا إياهم لمعرض للخط العربي في مجمع الشيخ أحمد كفتارو يعرض لوحات فنية من تصميم عدد من الأساتذة والطلاب. أصل الإبداع هو هذا الاختلاف الموجود أحيانا بين نظريات المبدعين، وإلا لو ما في نظريات واختلاف بين المبدعين ما بصير في إبداع بالدنيا. هلأ المقصود من هذه الفكرة وهي فكرة دورة الخط وتعليم الخط هو أن نرتقي إلى حالي يجب أن نعيشها حتى نعود إلى حضارتنا. هذه الحالة هي أن نتذوق الجمال، أن نفهم الجمال، أن نفهم أن هناك قيمة عظيمة جدا موجودة في هذه الدنيا اسمها الجمال. أول من علمنا هذا الجمال هو الله سبحانه وتعالى، لما خلق فأبدع، لما خلق فأتقن، لما صنع لنا سبحانه وتعالى ما صنع لنا من مظاهر الإبداع في هذا الكون. كما أعلن الدكتور الصواف عن افتتاح المركز الدائم لتعليم الخط العربي وفنونه في المجمع، وشكر الرعاية الكريمة
للسيد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد لهذه الأعمال والنشاطات الدعوية.